السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج مساء الامارات. نتمنى اليوم حلقتنا تنال على اعجابكم بمختلف المواضيع اللي نحن اليوم بنناقشها وياكم. مساء الخير تامر. مساء النور يا عبير، والمسي على مشاهدينا اليوم في هذه الحلقه المميزه. ولكن بدايتها ببداها معك سؤال: الشخص اللي يخلص الجامعه ولا الدراسه الاكاديميه، تتوقعين انه خلاص كافي ما يكمل، ولا لازم يطور نفسه في دورات معينه واشياء معينه نفس هذه؟ انا اشوف ضروري الواحد عقب ما يتخرج لازم يدرب نفسه، ياخذ دورات او حتى يداوم في عده اماكن ويتدرب، يكون حتى فيها كمتطوع يطور نفسه، ما يفكر لا انا ابغى الراتب ولازم هالمكان وشي. لازم انت تدرب نفسك ويكون لك خبره وبعدين تشرط على كيفك. جميل جميل. طبعا وهذا الموضوع شو؟ هذا موضوع الدراسة الأكاديمية إن شاء الله. جميل جدا، هاي بدايتنا صحيح؟ بدايتنا أكيد طبعاً. طبعا مشاهدينا هذا بيكون موضوعنا الأول، لكن اللي ما زالوا يتعلمون ويشتغلون يبون يتقدمون في مجال، اليوم بنتعرف وياكم على النصائح لتحسين الأداء الأكاديمي والمهني بعد. جميل جدا. وطبعا عندنا من المواضيع جدا مهمة لليوم في فقرة جدا مهمة على موضوع فيلم اسمه فيلم الحارة. هذا الفيلم اللي أثار جدل كبير في أوساط المجتمع الأردني، اللي ما تقبلوا الفيلم وشافوا أنه جالس يمس الشعب الأردني بشكل مش جميل. ووصل الموضوع لأنه يوصل لمجلس النواب اللي هو البرلمان الأردني، وطالبوا بمحاسبة صناع هذا الفيلم ووقف عرضه. طبعا الموضوع جدا شائك عنده في الأردن، وما تقبلوا الفيلم بشكل كبير، صح، بحكم العادات والتقاليد. نعم. يعني شافوا أنهم ما جالس يبرزون الثقافة الأردنية بالشكل الصحيح صحيح من وجهة نظرهم. لكن اليوم تفاصيل أكثر تكشفنا عن الموضوع. جميل هذا. اليوم بعد مشاهدينا من المواضيع الجدلية المهمة أيضا للأسرة، بنتكلم عن أهمية تأهيل الأطفال حتى أنهم يواجهون الأزمات اللي تصير عندهم، فشو رأيك؟ جميل جدا. طبعا الأطفال لازم يكون عندهم قدرة على أنهم يحلون بعض الأزمات الصغيرة. لكن نبدأ الحلقة. نبدأ الحلقة. أنا أشوف ضروري أن الأهل يعودون عيالهم أن يتحملون الأزمات. صحيح. صحيح. حتى أن الأهل يعرف يتصرف. وايد شفنا يا هال في الأوقات الحرجة يتصل للشرطة، يعرف يتصرف، لازم انه يكون قادر، يكون عنده حكمة، يعرف كيف. صحيح. كيف يواجه الأزمات. صحيح جدا. وطبعا قبل لا نبدأ كل شيء نبدأ بمواضيعنا، نتكلم اليوم عن جلسة العصف الذهني اللي نظمها مجلس بن حم بهدف التباحث في مبادرات ومشاريع عام الاستدامة التي بصدد أن يطلقها المجلس خلال العام الحالي، وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري ونخبة من الدكاترة والأساتذة والباحثين. وتخلل الاجتماع عرض لأبرز المشاريع والمبادرات المقترحة التي تعزز من مفهوم الاستدامة وتعكس استخداماته في مجالات الحياة المختلفة. أكيد يا ثامر، وحتى نحن نتكلم عن هذه الجلسة وأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نرحب عبر الهاتف بضيفنا الدكتور بخيت بن سالم العامري عضو مجلس بن حم. مساك الله بالخير. حياك الله. مساكم الله بالنور والسرور أخوي ثامر أختي عبير. يا أهلا ومرحبا بك. يعني بداية كلمنا وخبرنا عن أجواء هذه الجلسة والمشاركين اللي فيها، وشو المبادرات والمشاريع اللي يتم التباحث بها خلال هذه الجلسة. في البداية أحب أنتهز هذه الفرصة لأشكركم صراحة، وأشكر قناتكم اللي هي قناتنا قناة الضفرة على الاستضافة والمتابعة الدائمة لكافة الأحداث، سواء كانت الأحداث اللي تعودنا تسوي محلية أو عالمية، وهذا التميز طبعا ما شاء الله مو غريب عليكم. إجابة على السؤال، يأتي هذا المجلس اللي هو مجلس بن حم بعد ما شاء الله تم تحقيق كثير من النجاحات خلال جلسات العصف الذهني، خلال جلسات سابقة الحمد لله، خلالها تشاورنا وطلعنا بكثير من الأفكار اللي تحظى برعاية كريمة من الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبو ظبي، ومتابعة وحضور من الشيخ الدكتور محمد بن مسلم العامري. خلال الفترة الماضية الحمد لله تم التباحث والتأكيد خلال الجلسة على خروج مبادرات تدعم التوجهات الحكومية اللي موجودة عندنا. جميل. واللي يخص عام الاستدامة، واللي نفس ما تعرفون أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه على عام 2023 اللي هو تحت شعار اليوم الغد. فانتهزنا هذه الفرصة في المجلس على أساس أنها تكون هذه أحد المبادرات وجلسات العصف الذهني لتسليط الضوء على كثير من المحاور، وأبرزها كان اللي هو تراث دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هو غني في مجال الممارسات المستدامة الحمد لله منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه. الحمد لله هذه الأمور يعني كانت لها أكثر من صدى، بإضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة واللي كانت مضمنها سواء عدة محاور نفس ما تكلمنا التراث والبيئة
وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية. جميل جدا. طبعا نشكركم على هذه المبادرات الجميلة اللي تدعم عامل الاستدامة، وأكيد اليوم للغد وبنحاول بقدر المستطاع أننا نكون من الناس المساهمين في هذا العام. طبعا نخبة من الدكاترة والأساتذة والباحثين شاركوا في هذه الجلسة، كيف تم اختيار الكوادر اللي شاركت في هذا اللقاء؟ الحمد لله حظيت الجلسة بحضور كثير من الخبرات وكثير من الناس اللي تم اختيارهم من خلال الخبرات السابقة اللي موجودة عندهم في كثير من المجالات، سواء كانت المجالات اللي موجودة عندنا ثقافية، أدبية، تراثية، إضافة إلى ما يخص في المجال الزراعة والمجال البيئي والمناخي. تم اختيارهم وفق أسس ومعايير، الحمد لله كانوا إضافة كبيرة لنا في الجلسة، واستفدنا من تبادل المعارف اللي كانت موجودة في الوصول إلى عدد من المستهدفات اللي إن شاء الله بنأمل تحقيقها في هذا العام. نعم. جميل جدا. نعم. أكيد يعني الدولة تولي اهتمام كبير بالتنوع البيولوجي والحفاظ أيضا على الأنظمة البيئية من خلال العديد من القوانين والتشريعات اللي طبعا تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، إضافة إلى إنشاء المحميات الطبيعية. فشو هي خططكم لتطبيق هذه القوانين والتشريعات؟ في البداية القوانين والتشريعات تعتبر هي خارطة الطريق لنا على أساس إحنا نتبعها لضمان تطبيق كافة مبادراتنا ومشاريعنا بشكل فعال. يعني أول مرحلة من المراحل هذه إن شاء الله بيتم نشر الوعي بهذه القوانين والتشريعات لضمان انتشارها ومعرفتها، ومن بعدها إن شاء الله بنسعى لتطبيقها بما يتوافق ويتلائم مع مخرجات المبادرات إن شاء الله بإذن الله. والأبرز طبعا اللي هو نشر الوعي بمؤتمر اللي هو عندنا نفس ما تعرفونه بتستضيف في دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو اللي هو كوب 28. وبنسعى إن شاء الله نعطي مفهوم لكافة الموجودين عندنا شو هي الأبرز المعايير اللي إن شاء الله بتضيفها المؤتمر وشو بيتناقشها إن شاء الله من خلال المرحلة القادمة. جميل جدا. طبعا نحن عرفنا أنكم ستجتمعون أسبوعيا لمراجعة المبادرات والمشاريع اللي تم إقرارها في الجلسة الأولى، شو المشروع الأول اللي ستباشرون العمل فيه؟ نعم، تم وضع خطة عمل الحمد لله على أساس أن نضمن استدامة تطبيق للمشاريع الموجودة عندنا. أول مشروع مشاريع بيتم التركيز عليه هو فيما يخص تسليط الضوء على تراث دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة. جميل. في مجال الممارسات المستدامة، وإن شاء الله بيتم الإعلان عن حزمة من المكاسب السريعة اللي طلعنا فيها خلال الاجتماع، واللي إن شاء الله من خلالها بتوصلنا وبنسعى إلى قادم الأيام في تطبيقها. وطبعا انتم الاعلام اللي هو الدور الاكبر لنا في عمليه نشر هذه الامور وتسليط الضوء عليها. أكيد. فما نستغني عن دوركم ان شاء الله اللي بنسعى من خلالكم للعمل مع بعض في تطبيق هذه الزاكمة ان شاء الله. أكيد. باذن الله. يعني نشكر كل الشكر الدكتور بخيت بن سالم العامري عضو مجلس بن حم، كل الشكر لك وموفقين ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. مشكورين وجزاكم الله خير على لقائكم. الله يعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا ايضا مثل ما عودناكم يوميا نعرفكم ايضا على مناطق سياحيه وتراثيه موجوده في دولتنا الحبيبه الامارات، واليوم نحن بنسير للعين وبنتعرف اكثر على قلعه الجاهلي اللي تعتبر احدى اكبر القلاع التاريخيه اللي بنيت في نهايه القرن التاسع عشر في مدينه العين في عهد المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن خليفه آل نهيان طيب الله ثراه، كرمز للقوه. وتتكون القلعه الرئيسيه من ساحة مربعة الشكل وبرج دائري أيضا من أربعة طوابق. تفاصيل أكثر في هذا التقرير نشوفه وياكم.
يعني قلعة الجاهلي تعتبر من أكبر القلاع التاريخية. نعم صحيح. وتعتبر رمز للقوة أيضا، وكانت هي مقر للأسرة الحاكمة خصوصا في فصل الصيف. أكيد طبعا، لأن مدينة العين كانت منطقة يسمونها مقيض، فكانوا يجونها الناس في فترة الصيف على أساس أن البراد، وأيضا منطقة زراعية ويكثر فيها الماء. وطبعا قلعة الجاهلي من القلاع الجدا مميزة حاليا، وتندرج تحت قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ومدينة العين من أوائل المناطق في دولة الإمارات اللي صارت تحت المنظمة العالمية للتراث العالمي والحفاظ على التراث. وفيها معارض واحتفالات كثير تصير في هذه القلعة، ومعلومات كثيرة لازم الواحد يزورها ويكون جزء من تفاصيل تراثنا الإماراتي الجميل. أكيد. بناخذ فاصل. نعم فاصل ونعود. يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا. اليوم في مواضيع حلقتنا بنتكلم عن التحصيل الأكاديمي، هو مدى تحقيق الفرد للمعايير المعرفية، لكن بالمقابل المفروض أن ينميها عبر ممارستها في الحياة المهنية لتساعده على تطبيق ما تعلمه على أرض الواقع، وأيضا أنه يسعى لبناء مسيرة ناجحة على صعيد العمل والإنتاجية الثامرة. أكيد طبعا، ويعد الخضوع الدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسات المهنية سواء لموظفيها أو حتى للمتدربين فيها عنصر داعم لزيادة الثقة عند العامل بنفسه وتحسن أدائه. كيف يتم ذلك؟ خلونا نتعرف على هذا الموضوع في التقرير التالي. يشار أحياناً إلى القدرة على تحديد الأهداف ومتابعة هذه الأهداف على أنها الطموح الأكاديمي للطالب، ويمكن ربط الطموحات بالسعي إلى النجاح وتجنب الفشل على الصعيد المهني. لنتعرف على بعض الخطوات لتحسين الأداء المهني والأكاديمي. قدرة الطالب على تحديد ووضع أهداف للمستقبل. الطموحات الأكاديمية هي قدرة الطالب على تحديد ووضع أهداف للمستقبل، بينما يكون مصدر إلهام في الوقت الحاضر للعمل على تحقيق تلك الأهداف. الطموح الأكاديمي والمسار المهني. الطموح الأكاديمي هو المسار المهني الذي يرغب الشخص في اتباعه والمحافظة عليه. إنها عملية تستمر مدى الحياة وتتطلب تصورات دقيقة للقدرة والإمكانات والإنجاز. مفهوم التدريب المستمر. التنمية المهنية والتدريب المستمر يمثلان استراتيجيتين ملتحمتين وتمثلان مدخلين هامين لمنظومة تعليم المعلم. فكر بإيجابية. يمكن أن يسهل التفكير الإيجابي عليك التركيز على المهام التي تحتاج إلى القيام بها وتعلم معلومات جديدة. ابقى مرناً. المرونة هي قدرتك على التكيف عندما تواجه تحديات. من المهم الاعتراف بالتحدي أو الصعوبة من أجل إيجاد طريقة للتغلب عليه. إدارة وقتك. لتحقيق النجاح يجب عليك إدارة الوقت بعناية. تساعدك مهارات إدارة الوقت الجيدة في تحديد أولويات المهام حتى تتمكن من إكمال العمل والمهام في الوقت المحدد. السعي للتميز. يجب أن تسعى جاهداً للتميز في عملك من خلال تحديد الأهداف وتجاوزها. السعي هو أن نكون أفضل بهدف تقديم عمل متناسق وعالي الجودة. طبعا الحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا بالاستوديو ويانا اليوم الدكتور بشار شوقي، اكاديمي واستشاري في إدارة الموارد البشرية. اهلا ومرحبا بك في مساء الامارات. حياك الله. بكم مساء النور. اهلا فيك. اكيد يعني يعتبر التحصيل الاكاديمي هي ضرورة يعني لتنمية المهارات، لكن الشخص يحتاج انه ايضا ياخذ دورات وانه ينمي مهاراته اكثر. كيف يقدر هو يوازن بين الاثنين؟ صحيح. اولا هو التحصيل العلمي بشكل عام هو أنا أشبهه مثل أساس أي بناء. نحن ما نكون شايفين الأساس، لكن هو ضروري لبناء البرج والبناء، وقد ما كان الأساس متماسك ومتين قد ما كان البرج عالي وناطحة سحاب طويلة. صحيح. فالتحصيل العلمي هو أكيد أساس لبناء الإنسان وأساس لتطور أفاقه المعرفية والمعلوماتية، لكن الأساس العلمي أيضا يحتاج إلى تطبيق مهني، تطبيق علمي في المؤسسات، وهنا تأتي أهمية الدورات وأهمية
التوازن مع الدراسة الأكاديمية. الدورات كما ذكرنا في التقرير طبعا دورات متعددة تفيده في التطبيق المهني، تفيده في مساعدته لتطوير مهاراته، يعني كما أنه الدراسة الأكاديمية هي العقل، أما المهارات هي التطبيق الفيزيائي إن صح التعبير. نعم للعلم. جميل جدا. طبعا نحن دائما ما نشوف أنه في إنجازات المهنية للموظف أنها تكون هي الأساس بتحديد درجته في الشغل، لكن هل تسبق الخبرة العملية التحصيل العلمي؟ والله أستاذ ثامر أنا برأيي لا تسبقه وإنما تبنى عليه. يعني دائما التحصيل العلمي هو الأساس كما قلنا ببناؤه هو كإنسان قبل ما يكون بناؤه كموظف. بناء الموظف يبدأ من التحصيل العلمي ويبدأ من الأكاديميات التي تعلمها في حياته، إن كان على مستوى المدرسي أو الجامعي، وإنما عندما يأتي إلى الحياة العملية والحياة المهنية يحتاج إلى مهارات إضافية، لأنه العلم هو كما الأساس، أما ديكور الذي يحتاجه لحياته المهنية تحتاج إلى مهارات تطبيقية، تعامله مع المتعاملين، تعامله مع الزملاء، مع مديره، إدارة واجباته المهنية تحتاج إلى مهارات خاصة. جميل جدا. دائما الحين لو تلاحظ وتتفق معي ثامر، أي واحد بيروح يقدم الوظيفة في يعني الواحد يعتمد على شهادته الجامعية، بعدين لما يروح يتفاجأ أنه لازم يكون عنده خبرة في مكان فلاني أو لازم يأخذ دورات أكثر يعني. فإلى أي درجة هذه الدورات تساهم في تنمية وتطوير العمل؟ إلى درجة كبيرة جدا جدا جدا. الدورات التدريبية هي ساهمت في تطور المؤسسات على مدار عقود كبيرة من الزمن، وفي مؤسسات مشهورة عالميا، حتى في دولة الإمارات قطاع التدريب يشغل يعني أهمية كبيرة في المؤسسات يعني الحكومية كانت والخاصة. الدورات التدريبية تساعد على تنمية مهارات الموظف بناء على تحصيله العلمي وتحصيله الأكاديمي. التنظيم الوقت، كتابة التقارير، الكتابة المهنية، التواصل الإداري، إنجاز العمل، إنجاز العمل طبعا، وضع الأهداف، الأولويات، هذه كلها مهارات. وقد خدنا يعني حوارات كثيرة في هذا المجال. لهذه اللحظة المؤسسات تضع ميزانيات ضخمة لتدريب وتأهيل الموظفين. طبعا في نقطة مهمة هنا، نحن التحصيل الأكاديمي هو كما قلنا تنمية الوعي الذاتي عند العقل الإنساني ليستطيع من خلاله أن يعني يذهب إلى الحياة المهنية ويساهم في تطوير نفسه ومؤسسته وبلده. لكن المهارات هنا نقطة مهمة، هي عبارة عن طريقة عمل، أسلوب، وليس معلومات. فإذا كان هناك غياب للتطبيق لهذه المهارات فكأنما لم نتدرب على المهارات، يعني ما في فائدة من دراسة الأكاديمية دام أنه ما طبق العمل. نعم. الدراسات الأكاديمية عبارة عن معلومات، وأنما المهارات هي عبارة عن أسلوب، منهجيات، استراتيجيات، طرق للعمل. فكما تحدثنا عن مثلا كما تحدث التقرير عن تنظيم الوقت، بالدراسات الأكاديمية نتحدث عن أهمية تنظيم الوقت، نتحدث عن ضرورة الاهتمام بالوقت وضرورته في المعايير والأمور اللي تحتاجها، لكن كيفية فعل ذلك تحتاج إلى مهارات إضافية. في تقنيات، في أدوات، في تكتيكات مهنية لتطوير المهارات، مثلا تنظيم الأولويات، أو السيطرة على التوتر، أو السيطرة على الضغوط، أو وضع الأهداف الذكية، أو حتى التخطيط. هي كل أساليب يحتاجها الموظف لعمله اليومي، وهذه النقطة التي تميز الموظفين في تقييمهم الذاتي وتقييم المؤسسة. جميل جدا. طبعا بحكم خبرتك في هذا المجال، متى على الموظف أنه يقيم خلينا نقول معلوماته ويقيم نفسه أكاديميا، وكيف يقدر أنه ينمي تحصيله الأكاديمي بدون أنه يرجع لمقاعد الدراسة؟ هالموضوع شوي يشغل الكل. صحيح. أنت قلت أن موضوع التطبيق هذا جدا مهم. بعض الأشخاص يسوي يكون يدرس ويشتغل، لكن بعض الأشخاص ما يقدر أن يسوي الاثنين مع بعض، فكيف أنه يقدر يسوي هالشيء هذا بدون ما يرجع لمقاعد الدراسة؟ أكيد أخوي ثامر، نحن دائما متفقين أنه نحن لابد من أن نتعلم. صح ولا لا؟ صحيح. التعلم هو عملية حيوية ومفعمة بالتطور اليومي. جميل. نحن من خلال جلستنا ممكن نتعلم. صحيح. من عملنا اليومي نتعلم، فلابد أن أولا ندرب
دماغنا أنه نحن في عقلية التعلم اليومي. صح. الآن كيف أستطيع أن أطور من ذاتي وأطور من مهاراتي وأطور من عملي؟ ليس بالضرورة أن نذهب إلى مقاعد الدراسة، وإنما أجد منهجيات أخرى تساعدني على التعلم، في قراءة كتب، في حضور جلسات ندوات، المشاركة في مؤتمرات أونلاين مثلا حاليا، دورات تدريبية التي تنظمها المؤسسة. هنا أريد أن أشير أيضا لزملائنا الموظفين. أحيانا الموظفون عندما يستدعون إلى دورات تدريبية لابد أن يكونوا في العقلية، في المايندسيت، أني أنا سأذهب لأتعلم ولست ذاهبا أني أنا أضيع وقت أو يوم أوف من الدوام. لا، أنت ذاهب لتتعلم. الدولة أو المؤسسة عندها ميزانية معينة وتصرف لحتى أنت تطور من مهامك، وبالتالي تعود بالفائدة على المؤسسة لتحقيق رؤاها ورسالتها. صحيح. فبالتالي أنا أشجع الموظفين أنه لابد أن تأخذ عقلية التعلم وتستفيد من هذه الدورة التدريبية. في بعض الموظفين يقولون بأني أنا متدرب خالص، يعني تدربت على هذه المهارة أو جاهز. يا سيدي، أنا شخصيا دور عندما كنت موظف مثلا حضرت دورات كثيرة، مثلا دورة التواصل الفعال يعني يمكن حضرتها أكثر من 4 مرات. نعم. وكل مرة أستفيد بطريقة مختلفة. صحيح. يعني أحيانا سبحان الله ممكن أنت بأسلوب مختلف بتأكيد معين تستفيد بطريقة معينة. فعلا. اذهب بعقلية التعلم. صحيح. وليس بعقلية أخرى. فردا على سؤالك أستاذ تامر، هل نحن نستطيع أن نتدرب بدون ذهاب إلى مقاعد دراسة؟ طبعا لا شك، لأنه مطلوب منا هذا الشيء. نعم. وما أتوتم العلم إلا قليلا. صحيح. فعلا. صحيح. دكتور بشار، في وايد من الناس مثلا عنده مثلا شهادة جامعية. نعم. وهو مشتغل في مكان على حسب شهادته. نعم. لكن مهاراته تختلف عن الشهادة اللي هو ماخذها. فكيف يقدر هو يوازن، يعني كيف يقدر يتبع العمل بمهاراته؟ أختي عبير، لا شك يعني هل يذهب باتجاه تحصيله العلمي ويعمل بما درسه أو يعمل بما نمى مهاراته به؟ أنا مع تنمية المهارات دائما. التحصيل العلمي أعود وأكرر هو أساس هذا البرج. فمثلا برج خليفة نحن نرى هذا الصرح العملاق وهذا ناطحة السحاب المهمة، لكن لا نعرف ما حصل تحت الأرض من عمليات رياضية وفيزيائية وجغرافية وتاريخية. هذا كله الأساس. الشخص عندما كثير من زملائنا ومن طلابنا يقولون أنا أعمل بمختلف عن ما درست، هذه نظرية خاطئة. صحيح. أنت وصلت إلى هذه المرحلة من العمل لأن هناك أساس في دماغك. صح. بني على تحصيلك الأكاديمي أو حتى. صحيح. المدرسي. صحيح. في المدارس وفي الجامعات نحن تعلمنا الرياضيات والجغرافيا والتاريخ حتى. صح. لو كانت أشياء لا نستخدمها حاليا. صحيح. لكن نمت الوعي الذاتي، نمت القدرات الدماغية. نعم. نمت القدرة الأكاديمية على التمييز بين الأشياء، وهذا شيء مهم جدا لتطور مهاراتك والاستفادة من هذا التحصيل لتطور تطورك كذات كموظف. يعني ضروري أنك أنت تأخذ الشهادة بعد تنمي مهاراتك. لا شك. طبعاً. لا شك. هذه مهم جدا الموضوع، والتطبيق هو أهم شيء. جميل جدا. طبعا أنا بالنسبة لي أشوف أن موضوع تطوير المهارات هذا شيء لا يعتمد أبدا أنك أنت. صح. حصلت شهادة جامعية. نعم. ولا غيرها. وحتى في العمل ترى أنت شهادتك الجامعية جالسة تفيدك لأنه أنت عندك معلومات في مجال معين من ممكن أنت تستخدمها في تطوير عملك بشكل أو بآخر وتطوير نفسك بشكل آخر. تعطيك خبرة أكثر. بالضبط. أصلاً ثقة في النفس هي بعد تعطيك ثقة في النفس الشهادة اللي عندك. فعلاً. تمام. لا شك. نقطة أضيء على موضوع ثقة بالنفس. طبعاً دائماً نقول إنه الموظف هو عبارة عن 4 أمور أساسية. الموضوع الأول هو التحصيل العلمي والأكاديمي الذي أخذه من المدارس، من الجامعة، من الحياة بشكل عام. عندما بدأ في العمل هناك 3 أمور أساسية يجب أن تساهم في تطوره، في تميزه. نعم. أول موضوع هو المعرفة المعلوماتية التي يكتسبها يوميا. جميل. 2 المهارات التي يطورها وتهيئه إلى أن يكون موظف أفضل. نعم. وثلاثة. الموضوع الثالث هو القيم الذاتية، ثقته. صح. بنفس، التزامه، مشاركته مع الآخرين. نعم. ارتباطه في العمل، هذه أمور أساسية. فعلا. لابد أن تتواجد في كل موظف. نعم. كفيت ووفيت دكتور بشار شوقي فيك. أكاديمي واستشاري في إدارة المواد البشرية، كل الشكر لك على النصائح والمعلومات اللي قدمتها لنا. شاكرين لك وجودك. شكرا. عفو. بارك الله فيكم. شكرا على الاستضافة.
دائما انه ننمي مهاراتنا، وان شاء الله نكون افضل وافضل في كل المجالات اللي ندخل فيها باذن الله. الى الامام ان شاء الله باذن الله. طبعا مشاهدينا احنا مكملين فقراتنا، بناخذ فاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا. خلكم ويانا. ردنا لكم من جديد مشاهدينا. طبعا منذ أسابيع بدأ عرض فيلم الحارة الأردني على نتفليكس بعد انتهاء جولة المهرجانات السينمائية اللي شارك فيها على مدى حوالي سنتين. الفيلم بطولة منذر ريحنا وإخراج باسل غندور. فعلا ثامر، يعني من بداية عرضه على المنصة العالمية تعرض الفيلم للعديد من الانتقادات بسبب قصته والألفاظ المستخدمة فيه وبعض مشاهده اللي وصفها البعض بأنها تكون مبالغة فيها. يعني نحن بنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الجدل مع زميلتنا ندى. حياك الله ندى. مساكم الله بالخير ثامر وعبير. طبعا الفيلم هذا بس نزل على نتفليكس سوى ضجة كثير كبيرة من الرأي العام وبالأخص من الشعب الأردني، إن كانوا شوي عندهم يعني تحفظات على المشاهد وعلى الألفاظ، وخاصة أنه هو كان يعبر على بعض مدينة موجودة في الأردن، فشوي زعلوا. خلينا نشوف تفاصيل أكثر. أكيد. طبعاً الجدل للحين موجود حول فيلم الحارة الأردني مستمر مع مطالبات في مجلس النواب بمنع عرضه في حملة يختلط فيها تجريم المشاهد الغرامية مع اتهامات بالإساءة لسمعة البلد. طبعاً يعرض الفيلم الحارة في قالب درامي تشويقي وتدور أحداثه في حي تحكمه قوانينه الخاصة، ما اعتبره البعض بأن هذا الحي هو أقرب للدولة داخل الدولة. كما تضمن الفيلم شتائم ومشاهد وصفها البعض بأنها جريمة، وقالوا أن دور الفن هو تطهير وتنوير المجتمع. بعض المعترضين اعتبروا أن الفيلم تناول بشكل فج موضوع الفقر والعنف وركز على جوانب خيالية وسوداوية بدل من إبراز البعد الإنساني لسكان المنطقة الشعبية. انتقل الجدل حول فيلم الحارة إلى البرلمان الأردني، وطالب أحد النواب بسحب الجنسية من بطل الفيلم منذر ريحنا ومقاضاته، كما طالب آخرون بوقف عرض الفيلم ومحاسبة ومحاكمة القائمين على الهيئة الملكية للأفلام لدعمها أفلاماً شوهت الصورة العامة للمجتمع الأردني مثل ما قالوا. طبعاً بطل العمل منذر ريحنا علق على هذا الجدل في مداخلات تلفزيونية وأكد أن ردود الفعل حول فيلم الحارة لم تكن سلبية، مؤكداً إن الهدف الأعمق للفيلم هو إظهار معاناة الناس وتلك الفئة والوصول إلى التهميش الذي تعرضوا له، وأن الهدف أيضاً ليس الشتائم. مشاهدينا يعني لازم نخبركم إن الفيلم حاز على العديد من الجوائز مثل جائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربي مع تنويه خاص من لجنة التحكيم. رح نرجع الحين لزملائي حتى نعرف تفاصيل أكثر ويا ضيفكم ثامر وعبير. يعطيك العافية، ما قصرتي. لا طبعا عرضك جدا جميل، ورحنا رح نعرف شكل أكبر عن هالموضوع الحديث عن هذا الفيلم. معانا عبر الهاتف الأستاذ عدنان مدانات، ناقد سينمائي ومسؤول قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان. مساك الله بالخير. حياك الله. مساء النور. حياك الله. طبعا في البداية أستاذ، حضرتك شفت الفيلم، شو رأيك فيه والمستوى الفني والإخراجي والتمثيلي في هذا الفيلم بحكم أنه صار عليه جدل كبير، ولكن نبي نشوفه من ناحية سينمائية من طرفك؟ يعني من ناحية سينمائية هو فيلم متقن الصنع من تمت عملية إخراجه بطريقة احترافية، وهذا يعني أقل ما يمكن أن يطلب من فيلم حديث، لكنه نجح في هذه المهمة. يعني فيلم يعني كما ذكرت متقن تقنيا وإخراجيا. طيب أستاذ عدنان، برأيك هل تشوف أن هذا الفيلم يستحق كل هذا الجدل والانتقاد بسبب محتوى؟ لا، هذا الفيلم لا يستحق كل هذا الجدل، وبخاصة الجدل
أو الآراء العدائية تجاه الفيلم، لأنه هذه الآراء لا تعكس وعيا حقيقيا من أصحاب الآراء بالسينما وبشكل عام بالمنتج الثقافي الفني الأدبي. نعم. تعكس حالة من العصبية لأفكار قديمة متوارثة، يعني أكثر ما تعكس رؤية حقيقية للفيلم يعني. فهمت لك، يعني أنت تشوفه من ناحية فنية هو يعبر عن رؤية المخرج والممثلين، والموضوع هذا يفترض أن يرونه من ناحية فنية لا يرونه من ناحية شعبية. طيب البعض اعتبر أن الفيلم شوه صورة سكان الأحياء الشعبية في الأردن، وبعض النواب طالبوا بمحاسبة صناعه وإيقاف عرضه، هل أنت مع هذا الشيء ولا لا؟ لا طبعا، يعني نرفض، يعني أنا أرفض تماما أن تطلع أصوات وخاصة من نائب في البرلمان تطالب بمنع عرض فيلم أو حتى الأسوأ يعني تجريم صانعي. الفيلم لا يشوه أي شيء. نعم. لا يشوه هذا الحي ولا يشوه الناس فيه. هو يجب أن ننظر إلى هذا الفيلم حسب نوعه. يعني هذا فيلم ينتمي إلى ما نصفه يعني بنوع التشويق، أفلام الأكشن والحركة والتشويق، وهو نوع شائع جدا يعني في السينما العالمية، وربما من أكثر الأفلام أنواع الأفلام السينمائي في العالم جماهيرية. نعم نعم. طيب. أفلام التشويق والأكشن يعني ذات جماهيرية عالية وتتطور باستمرار، ويعني حتى لا تجدد كثيرا في مواضيعها، لكن تجدد في التقنيات إلى حد ما وتبقى يعني ذات شعبية عالية يعني. نعم صحيح. نعم. أستاذ عدنان، يعني من وجهة نظرك كناقد سينمائي، هل استخدام الشتائم والمشاهد الجريئة في هذا الفيلم كان من الممكن أن يستغنون عن هذه الشتائم أو أنها يعني ما خدمت العمل برأيك؟ لا، هو الـ يعني حتى نكون واقعيين، يعني لغة الأشخاص في أي عمل فني أو أدبي يجب أن تتلاءم مع ترتيبتهم الثقافية والنفسية وغير ذلك. فعندما نتحدث على سبيل المثال عن عالم من العصابات، لا نستطيع أن نتحدث عن أشخاص يتكلمون بلغة أدبية راقية مهذبة وغير ذلك، يعني هذا غير طبيعي. نعم. فاللغة تناسب نوعية الشخصية يعني. نعم صحيح. ففي هذا الفيلم هناك تجانس. نعم. يعني. فهمنا عليك، يعطيك العافية أستاذ عدنان مدنات، ناقد سينمائي ومسؤول قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة، شكرا على رأيك اللي يهمنا في أننا نسمع عن الفيلم هذا. شكرا. شكرا لك. طبعا وصلنا حاليا لفاصل بسيط ونكمل فيه فقراتنا عن هذا الفيلم. سوري عن الفيلم. انا والله صراحه انا شوي شدني الموضوع هذا لدرجه انه انا لازم اني اشوفه مره ثانيه عشان اني اشوف الموضوع بشكل اكبر، لكن بنكمل فقراتنا في مساء الامارات ويكون معنا فقرات جميله باذن الله في باقي الحلقه. يا
يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. الحين بنتكلم عن موضوع يهم الأسرة. بنتكلم في حال لا سمح الله صارت عندكم أزمات، يعني أكيد الصغار يركزون على الكبار والأهالي والمقربين يشوفون كيف هم يتصرفون في هاي الأزمة. لذلك المفروض ويحتاج الكبار إلى معرفة خطة الطوارئ ودورهم أيضا الدقيق في هذه الأزمة. أكيد طبعا، فتعلم حل الأزمات ومواجهتها يساعد الأطفال على اكتساب فهم الأحداث والتحكم بها، فإذا كانوا يعرفون ما يجب فعله مقدما فإنهم جاهزون للاستجابة بشكل أسرع والتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أي مشكلة قد يواجهونها. وهنا تكمن أهمية تأهيل الأطفال على مواجهة الأزمات، وهذا اللي بنتكلم فيه مع ضيفتنا في الاستوديو همسة يونس خبيرة تربوية وأسرية. مساك الله بالخير. يا مساء الورد، يعطيك العافية. حياك الله، يعطيك العافية. طبعا نبي نعرف في البداية متى تكون بداية أن نعلم الأطفال ونأهلهم على أنهم يبدؤون في حل الأزمات؟ يبدأ أصلاً من تدريب الأبناء على مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وهذه بتبدأ من الأمور البسيطة أبسط مما تتخيل، أني أنا أدرب ابني يختار ملابسه بنفسه. جميل. يكون عنده مهارة تذوق، يختار طعامه بنفسه. فأمور كتير بسيطة إحنا أحياناً بنطغى على الأطفال ونأخذ عنهم القرارات نيابة عنهم. صح. لأنه إحنا شايفين إنه إحنا نحسسهم إنه ما لهم شخصية، بالضبط، إنه هم مش قادرين يأخذوا قرارات، إن قراراتهم غلط، أنت ما بتعرف، أنت ما بتعرف اللي يناسبك، وهكذا. لدرجة إنه يعني لما نوصل فعلاً لموقف يتطلب من الطفل يأخذ قرار لنفسه يقولك أنا ما بعرف. يعني حتى في يعني من الحالات اللي بتجيني إنه الأم بتقول لي ابني ما بي يعني بنطلع السوق اختار هدية لنفسك، مش عارف أنت اختاري لي، يعني لدرجة إنه هو يفقد القدرة على الاختيار. وهي من أبسط الأمور، من هنا يبدأ تدريب الطفل على حل الأزمات. أنا لاحظت هذا الشيء صراحة، يعني يمكن أنا الأهل خلنا نقول يمكن مو دارسين موضوع التربية، خلنا نقول أيام قبل، لكن الوالدة الله يعطيها العافية كانت تقول لي يلا روح اشتري ملابسك، أروح مثلا حلق. يعني أنا ما كنت مثلا حد من إخواني يروح يوديني الحلاق وحلق، لا كنت أروح عليه أقول أسوي له كذا كذا كذا، يوم أسوي شيء مش حلو فتقولي شو مسوي في حالك، أقول بس والله هذا اللي صار معي، لكن تعلمت في المستقبل، صرت أعتمد على نفسي، فهذا الموضوع شخصيتك قوية. أكيد صحيح. طبعا إنزين أستاذة همسة، كيف الأهل من كيف يبدون مثلا، شو هي أنواع الأزمات مثلا لازم أعلم ولدي أن يتصرف في هاي الأزمة، وأي عمر مفروض أبدأ معه؟ هل بعمر 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات؟ شو العمر المناسب وشو هي الأزمة اللي مفروض أنا أقول له يعني كيف يتصرف؟ هلا ما في عمر محدد لتدريب الطفل، لكن مثل ما تفضلتي في المقدمة الطفل يتعلم بالمحاكاة والتقليد، هو عينه عليك أنت كماما وبابا والمقربين كيف تتصرفوا في المواقف الصعبة والأزمات اللي بتمر فيها الأسرة. فمهم جدا أنه إحنا ننتبه لردود أفعالنا، لأنه الطفل بيخزنها ويقوم باستخدامها لاحقا في أزماته الطفولية. نعم. تمام. ومواقفه الطفولية اللي تناسب عمره، وبيخزنها عشان ينفذها لما يكبر، لما يمر في نفس المواقف. نعم. إذن مهم جدا إحنا نشوف نفسنا كيف عم نقدم النموذج لأبنائنا، وأيضا مهم جدا أنه تكون في سيناريوهات، يعني مثلا المستوى المادي. أنا كيف أهل ابني أنه يكون جزء إيجابي في أزمة أنا عم بمر فيها رغم أنه صغر سنه؟ نعم. طبعاً كل متفهم كيف بده يكون على الأقل إيجابي. صح. على الأقل ممكن ما يتفهم، هو طفل. نعم. بس على الأقل يكون متعاون معي وما يكون مصدر ضغط علي، أني أنا من البداية من عمر سنتين أنا ممكن فعلا، وهذا أنا بمارسه شخصيا، مثلا أنا اليوم ما معي هذا المبلغ عم يطلب لعبة معينة، معلش أنا آسف، ما سنتين ممكن تحكي معه بهذا الأسلوب. أنا آسفة أنا ما عندي فلوس تكفي لهاي اللعبة، بس ممكن نشتري لعبة تانية وأجيب البديل اللي يناسب مستواي المادي. صح. خلينا نقول على هذا النقطة، العلم القناعة هني، التدريب على أنه مش دائما أنا قادر أكون في نفس المستوى. هذا مهم جدا. صحيح. عشان ما يتفاجأ الطفل لما يكون في أزمة أنه فجأة من النقيض إلى النقيض. صحيح. أيضا مهم جدا أنه إحنا الآباء والأمهات يكون عندنا مشاعر الوقائية، يعني أنا أعرف الإنذارات
مش أتفاجأ بالأزمة وبالتالي ما يكون في قيادة حقيقية وفعالة للأزمة. لازم نعرف نقودها ونديرها، لأنه صحيح. إذا إحنا ما قدرناها حتنتهي بالطريقة اللي تناسب الأزمة وربما ما تناسبنا إحنا صحيح. مش بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها. صحيح طبعاً. أنا في فيديو انتشر لفتني وايد، أن الفيديو لما الأم تعبت وطاحت، الطفل اللي تصرف اتصل في الشرطة وتب معاهم طول الوقت لما وصلت الشرطة للبيت. فهذا بعد يعني حسن تصرف منه، أنه من عرف الرقم وحافظ الرقم، لأن الأم علمتنا قبل. في تدريب، في تدريب بالضبط. في مهارات تم تدريب الطفل عليها كيف يتصرف. يعني مثلا لو مثلا شوفي من اقل الامور، لو طاح وانجرح ونزل منه دم، طب كيف اتصرف؟ الطفل عادة حيقعد يصرخ ويبكي، طب يخاف والامهات احيانا ممكن يخافوا اكثر ويصارخوا ويضربوا الطفل وما يتصرفوا صح. قديش انا عندي قدره على امتصاص الموقف، ادارته، كيف اتصرف؟ الطفل حيشوفني انا كيف اتصرفت، رغم انا ممكن من داخلي كثير خايفه من الموقف، بس كيف ضبطت وقدرت انفعالاتي وتصرفت وحطيت التخطيط. التخطيط مهم جدا لما يشوفني الطفل كيف أنا بخطط، كيف بدير إدارة المصروف المنزل مثلا، كيف بدير أيضا تفويض المهام. مهم جدا لما يشوفني الطفل كيف أنا بفوض مهام في الأسرة. تفويض المهام في الأسرة ووجود توافق في الأدوار، كل واحد عارف شو دوره. وأيضا لو مثلا بابا مرض تعب، الأخ الأكبر حيقوم بمهامه في تفويض صحيح. المهام. فهذا التدريب مهم جدا، عشان لو مرينا كأسرة بأزمة حنعرف كيف نفوض المهام لبعض ونعدي بهاي الأزمة بأقل الخسائر. جميل جدا. طبعا أنا لاحظت شغلة، أنت قلتي على موضوع التخطيط والأمور هذه، شو الخطوات اللي لازم نتبعها على أساس أننا نأهل الطفل؟ شو الخطوات اللي لازم نتبعها في 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 خلينا نقول أن نوصل للطفل ونأهله كيفية التعامل مع الأزمات؟ أول شيء التدريب على إدارة الانفعالات، لأنه كل ما أنت كنت متزن ومتوازن في انفعالاتك، كل ما استطعت أنك تتحكم بالأمور بطريقة أفضل صحيح. ومهم جدا تدريب الأبناء أيضا على تقبل. التقبل مش معني قبول يعني واستسلام، لا، التقبل يعني أني أنا متفهم الموقف اللي أنا فيه وأستطيع أني أضع بدائل للموقف اللي أنا فيه. يعني مثلا لما أشوف ماما وبابا متقبلين مش منكرين الأزمة، لأنه إذا دخلنا في حالة إنكار فبالتالي مش حنديرها صح. فالطفل بيتعلم منا هاي الطريقة، أوكي في أزمة، في موقف عم نمر فيه، والأزمات تختلف، منها مادية، منها نفسية، منها اجتماعية، فلازم نقدم النموذج السليم. وأحياناً ممكن إحنا ما نقدم النموذج الصح، فمش غلط إن أنا أعتذر لابني وأجلس معه وأقول له إنه أنا يمكن ما تصرفت بالطريقة الصحيحة، كان لازم أتصرف كذا كذا كذا. فمش غلط إن إحنا نصحح، إحنا بشر، ربما نخطئ في طريقة تعاملنا، ربما لأنه إحنا بنختلف في صلابتنا النفسية صحيح. فممكن مثلا ماما عندها شوي الصلابة النفسية أقوى من بابا، فبابا يعني انهار أمام الأزمة، فإحنا نحاول إنه ما نخلي الأبناء ياخذوا هذا هو النموذج، بس نخليه إيش يعني يتعاطف إنه هو ممكن مش يعني مش قوي مثل ماما، ما قدر يتحمل، بس هذا لا يعني إني أنا لازم أكون بهذه السلبية. أوجد المبررات لكن مش لازم أتبع نفس هذا النموذج صحيح. نعم أستاذة همسة، لأن إحنا نعرفه أن الأطفال هم أكثر تأثر من الكبار بخمس مرات. مرات مثلا الأهل يمرون بحالات صعبة، أزمات صعبة، نعم. نقدر نقول حالة وفاة. نعم. كيف نحن نقدر نهيئ الأطفال أنهم يقدرون يتعاملون مع هذا الأمر؟ نصيحتي يعني أنه يعني إذا ما كنا قادرين نتعامل، غالبا في موضوع خاصة في موضوع وجود مرض خطير مثلا عند أحد أفراد الأسرة فأثر على الأطفال، أو مثل ما تفضلتي حالة الوفاة، مهم جدا نلجأ إلى مختص يساعدنا في عملية التفريغ النفسي للطفل حتى يفرغ المشاعر السلبية اللي عنده ويستطيع أن يتعامل مع هاي الأزمة اللي عم بمر فيها، أزمة نفسية. ليش؟ لأنه تراكمها وكبتها، إذا كبتها الطفل تؤدي إلى تراكمات نفسية خطيرة عليه وستظهر لاحقا. يعني أنا في طفلة بتراجع عندي، يعني بتاخذ جلسات، أمها توفت يعني من سنتين وهم يعني تابعوها يعني واحتووها للطفلة وتقبلت والأمور تمام، لكن ما تم التفريغ النفسي بشكل صحيح. فالآن بعد سنتين بدأت تظهر عليها الآثار النفسية في سلوكها، في تعاملها، صار عندها يعني بداية اكتئاب، صارت منطوية، منعزلة، بدأت علاماتها الدراسية تتراجع. فبالتالي لازم نتخذ الإجراء
السريع انه وانا اشكر يعني زوجة ابوها للطفله يعني اللي احضرتها واحضرتها انه لازم اساعدها تفرغ تعمل تفريغ نفسي وتتجاوز هاي المحنه. ليش؟ عشان تقدر تكمل على ارضيه صلبه وبنفسيه اكثر اتزانا. نعم تحيه لها يعني. نحن نتمنى للزوجات اللي ابوه يحتضنون. نعم انا اشكرها والله هم امانه يعني. كل الشكر لك الاستاذه همسه يونس خبيره وتربويه واسريه على المعلومات والنصائح اللي قدمت. شكرا لوجودك. طبعا مشاهدينا احنا بنبقى في المواضيع الاسريه بنتحدث عن مرض ممكن ان النساء والحوامل يعانون منه وهو سكري الحمل. شو هذا المرض وكيف نحمي انفسنا منه وكيف نحن نتعامل مع هذا المرض؟ نشوفه في هذا التقرير. اولا لماذا سمي بسكري الحمل؟ لان يظهر في فتره الحمل وتختفي بعد الحمل مباشره، وتصاب تقريبا 6% من النساء بسكري الحمل. واسباب الاصابه طبعا لوجود هرمونات تنفرز عن طريق المشيمه مما يؤدي الى زياده مقاومه الانسولين وزياده السكر في الجسم. اعراض المرض قد تكون نسميه سايلنت، ما اعراضها تشابه اعراض الحمل كالغثيان، التقيؤ، الارهاق، فقدان وزن، ولهذا يجب التشخيص باجراء فحوصات مختبريه. السيدات المعرضات لهذه المرض او سكري الحمل هم السيدات اللي لواتي عمرهن اكثر من 35 سنه، أو سيدات البدينات عندما تكون كتلة الجسم أكثر من 25، أو لهن تاريخ عائلي أحد الوالدين مصاب بالسكري من الدرجة الثانية، أو إذا كانت هي مصابة بسكر الحمل سابقا، أو ولدت طفل أكثر من 4 كيلوات في الولادات السابقة. تأثيراتها على الحمل طبعا ممكن يأثر على الأم والجنين. الأم قد تتعرض إلى زيادة نسبة الالتهابات كالتهاب المجاري البولية والالتهاب الجهاز التناسلي، زيادة نسبة السكري في التبول، كذلك تسمم الحمل اللي هو عبارة عن زيادة ارتفاع الضغط، وجود زلال في التبول والتورم الزائد، وكذلك زيادة نسبة العمليات القيصرية نتيجة كبر حجم الجنين. وشيء آخر ممكن نعاني من نزف ما بعد الولادة لزيادة حجم الرحم بسبب زيادة السوائل حول الجنين وزيادة حجم الجنين. أما بالنسبة للجنين فيكون هناك زيادة السائل الأمنيوسي حول الجنين مما يؤدي عدم استقرار الجنين في الوضع، فيؤدي إلى ولادات مبكرة أو ولادة قيصرية. أما بعد الولادة فيكون الجنين معرض إلى انخفاض نسبة السكر في الجسم، انخفاض نسبة الكالسيوم، عسر التنفس والدخول إلى العناية المركزة، وكذلك زيادة حجم الجنين مما يؤدي إلى إصابات للجنين والأم أثناء الولادة. العلاج طبعا يكون علاج جماعي، يكون عن طريق المريضة نفسها والعائلة حتى يساندوها في الاستمرار في العلاج واتباع التعليمات، ويكون عن طريق طبيبة التغذية والطبيبة النسائية والطبيب السكري. أولا كتغذية نحاول أن نتابع نظام غذائي معين اللي هو عبارة عن 3 وجبات رئيسية: الفطور قبل 9 صباحا، العشاء لازم ما يكون بعد 8 مساء، وهناك الغداء بالنص ووجبات خفيفة، وكذلك النشاط البدني للتخلص من السعرات الزائدة. في حالة عدم الاستقرار السكري بالتغذية والرياضة نلجأ إلى الأدوية، سواء الأدوية عن طريق الفم أو عن طريق أخذ الأنسولين تحت الجلد. أما بالنسبة للطبيبة النسائية فتكون المتابعة دقيقة، وخاصة بعد الأسبوع 32 يكون متابعات دورية أسبوعية وأخذ فحص بالموجات الفوق الصوتية للتأكد من حجم الجنين والسائل الأمنيوسي. وإذا كنا سيطرنا على السكر فتكون الولادة
في الوقت المناسب هو 39 أسبوع، وفي حالة عدم استقرار السكري نفضل الولادة بين 37 إلى 39 أسبوع. يعني عشان الأمومة الوحدة تتحمل كل التعب اللي إيها. الله يعينكم. فصراحة الله يقوم كل الحوامل بالسلامة. ومشاهدينا حابة ناخذ فاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا. خلكم ويانا. مساء الخير مشاهدينا، وصلنا الحين لفقرتنا الفنية الأسبوعية، وتحديدا اللقاءات اللي يسويها زميلنا عبد العزيز أحمد مع أهم نجوم الوطن العربي. واليوم بنعرض لكم لقاء خاص سواه مع الممثلة المصرية حنان مطاوع، نتابع. حنان والبرد أعداء، أكتر عدو لدول لا نجتمع في مكان أبدا. نفسي أعمل كوميدي، نفسي. أنا عارف. وعندما قلته بس النظر اللي انا مش عارف انطق اسمها لحد دلوقتي بتعلمي. يا كسوفي اماليا 8/10. على فكره انت انسان عجبني، يا ادوني فرصتي. نلعب يلا. انت بتحبي اللعب؟ انا بحب اللعب. زي انا عارف مش عايز اطلع اسرار دلوقتي، تبقى فضحتي بجلاجة. ايه الدور اللي انت قلتيه؟ ربطي انت عملته ازاي؟ تحولت مش زيزو اللي انا اعرفه. لا لا لا، اختي عليكوا على اسئلتك اللي اتنين 600. عشان انا عملت لك كده. ده انا اتحقق. لا والله والله ما خدت. انت النهارده معانا انترفيو مع حد انا بحبه جدا، فنانه كبيره، مش كبيره سنا، كبيره موهبه وكبيره عقل. تقعد تسمع كلامها، تقعد تسمع افكارها، الثقافه بتاعتها. في حد لما تقعد معاه كمان تستمتع معاه كممثل وتستمتع معاه كخف الدم. فمعانا النهارده حنان مطاوع. مساء الخير. ايه التقديمه الحلوه دي؟ ميرسي يا زيزو، يا رب ابقى كده فعلا. انت عارفه انا بحبك قد ايه، وقد ايه انت بيطلع منك حاجات حلوه، وقد ايه عندك شغل حلو، وقد ايه الناس بتحبك. فالنهارده انا بالنسبه لي يوم مختلف بصراحه. وانا كمان يا رب تبقى فعلا مقابله حلوه والناس تستمتع بيها. يا رب يا رب يا رب. لا ان شاء الله. حنا نبتدي من الاول كده. هابي هالوين. بص، هابي هالوين كل حاجة فيه بالنسبة لي جديدة عليا. مخرج جديد وبرهن عليه، عنده طاقة غير طبيعية وتنظيم. هو اللي كتب السكريبت وعجبني. السكريبت عجبني. شركة الإنتاج حتى جديدة، مدير التصوير يجنن. احنا صورنا يومين. أنا اللي عجبني في الشخصية إن الشخصية بيتحكي عنها طول الوقت. يعني أنا كل دوري فلاش باك، وكل حد بيحكي عني بيحكي عني من وجهة نظره هو. من وجهة نظره هو. فالشخصية الشريرة شايفاني شرير، الشخصية الطيبة شايفاني طيبة، الشخصية الرقيقة شايفاني رقيقة، الشخصية المنحلة شايفاني منحلة. ففجأة حسيت اني بعمل اكتر من شخصية، ست شخصيات، بس هي شخصية واحدة. خلينا بقى نروح للنقطة، المرحلة التانية، سر الباتع. يعني هو ده بقى الفنان. بقى خالد يوسف. محطة خالد يوسف، احكي لنا. لا، هي محطة ضخمة جدا يعني. حقيقي انا كمان ما كنتش مدركة حجم الـ الجمال اللي انا بعمل، يعني بيتعمل قدامي. لان انا كان بقالي كتير قوي ما شفتش مسلسلات بالضخامة دي. احنا بنتكلم على عصرين، العصر الحالي والعصر ايام الحملة الفرنسية، فده قديم، مصر القديمة. ودوري كله في القديم ده، واحنا كلنا عندنا حنين للماضي. وكمان فترة النضال والمقاومة بتبقى ليها أثر في القلب غير عادي. يعني مين فينا ما بيحلمش في لحظة انه يبقى في خلية سرية ويحرر مصر ايام الانجليز ولا الفرنسويين ولا يحارب، يعني مين فينا. فالمسلسل مديكي طاقة كده فوق الوصف. فوق الوصف. الاجواء كلها، احنا بنتكلم عن الريف المصري، المقاومة جوه الريف المصري. عاملة فلاحة تقريبا. عاملة فلاحة. كل المنطقة بتاعة الماضي فلاحين، لان احنا جوه قرية.
فمعرفش يعني حاسة كده عارف لما بتمثل جذورك كده والمنطقة النضالية كمان. أستاذ خالد يوسف عامل شغل فني مهول يعني. ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ان هو عامل مسلسل كبير ضخم من أضخم المسلسلات اللي جات حقيقي. طب مين بقى بيمثل معاكي او مين معاكي في المشاهد انت متسلطنه كده وانت بتمثلي معاه؟ كلهم. بس انا المفاجاه بالنسبه لي الحقيقه واعتقد انه ده هيبقى في مفاجاه رمضان استاذ احمد عبد العزيز لانه عامل شخصيه مختلفه عنه تماما ومختلفه عن اللي الجمهور اعتادوا عليه. مش هحرقها طبعا، مش عايز احرقها له، بس انا مستمتعه جدا بشغلي مع زميلي احمد السعداني وصديقي واخويا مدام هالة صدقي حبيبه قلبي، استاذ خالد الصاوي حبيبي جدا، وعاملين مشاهد حلوه قوي مع بعض، استاذه عايده رياض، في بنوته شابه اسمها هدى الاتربي طالعه صاحبتي وبقت صاحبتي فعلا، مبسوطه جدا بالشغل معاها. كل شباب المقاومه بقى ميدو عادل، اسلام حافظ، في شابين جداد هيبقوا مفاجاه. احنا المفروض ان احنا شباب المقاومه. انت بتقودي المقاومه ده. ارجوك سيب لي الطلعه دي. بس حقيقي انا بروح اللوكيشن ده على قد المجهود الشاق والبرد طبعا. مصر برد، البرد. وانا عدوه البرد اللدوده. لابسه طبقه عداء. حنان والبرد اعداء، اكتر عدو لدود لا نجتمع في مكان ابدا. طبعا نشكر زميلنا عبد العزيز المميز دائما في لقاءاته الحصريه، وهذا التقرير ما انتهى، في جزء ثاني منه ان شاء الله نتابعه الاسبوع القادم. ونبقى في الاجواء الفنيه ولكن نروح للموسيقى ونستقبل ضيفنا الموسيقي واستاذ ترامبيت في المعهد العالي للموسيقى في دمشق الاستاذ نزار عمران، مساك الله بالخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. شكرا على الاستضافه. يعطيك العافيه. اهلين وسهلين. طبعا انا صراحه استمتعت كثير بسماع الترومبيت في بدايه قبل لا نطلع الهواء، لكن ابي اسالك سؤال بحكم ان هاي الاله ما حد يستخدمها بشكل كبير او مش كثير ناس من ممكن تشوفهم يعزفون على هذه الاله، شو اللي خلاك تختار هاي الاله من بين الالات كلها وصارت عشقك وشغفك في الموسيقى؟ هي الصدفة بالبداية لأنه أنا بلشت عليها بعمر 9 سنين يعني. جميل. فكان في آلة قديمة يعني. أنا بالصدفة كان في يعني مشروع بتعرف مثل كشاف وهيك بالمدارس الابتدائية، بس أنا كان قدرت غني عليها فورا يعني من لما كنت أول ما مسكتها صار يعني حتى الأستاذ يعني لاحظ إنه أنا بقدر غني عليها بدون يعني بدون نفخ بدون ما أنفخ، هيك تعاطيت معها بمحبة، صار في هذا العشق الأول من أول عزف. كنت بطل من يرجع الأستاذ يحكي مع أبوي يرجعني على شو اسمه، فصارت أخذت رياضي على القطر بصف الخامس طلعت بأس على رومانيا ما شاء الله. كنت صغير يعني وكفيت بالمعهد العالي للموسيقى وصرت معيد وأستاذ وصرت درس الآلة وأخذت ماجد. هي قريبة من آلة ثانية بعد ما أدري شو اسمها. بعزف آلتي الثانية عود ترومبيت. هي قريبة قصدك؟ قريبة من الشكل تقريبا كشكل. بس كتقنيات العزف مختلفة 180 درجة. انزين نحن تحمسنا احنا نسمع يعني شيء من ألحانك نسمع منك ولا شيء من الأشياء اللي تحبها أو أشياء أنت تختارها من وجداني. يلا. من وجدانك. Bye.
سلام يا سلام عليك. طبعا الاغنيه هاي للسيده فيروز من اجمل الاغاني اللي هي عندي حنين صراحه انا احب الاغنيه على طول لازم ما شاء الله عليك. انت بعد عندك مشاركات عالميه صح؟ ايه الحمد لله. وكلمنا عن المشاركات واللي شاركتها انت كان اخرها اهم المشاركات واخرها يعني خلينا نبلش من اخر شيء اكسبو. قدمت 3 عروض باكسبو، مثلت سوريا باليوم الوطني السوري يعني بثلاث عروض باكسبو. قبلها كان في عندي مهرجان مورغان لاند في المانيا ب 2018 بمؤلفاتي، واسمه عملت مؤلفات للترومبيت شرقيد، عزفتهم مع موسيقيين المان. جميل. بمهرجان مورغان لاند ب 2018، ونفس المشروع قدمته ببلجيكا ببروكسل ب 2017 مهرجان بروزيلا كمان. كان في فولك داي وفي جاز داي، انا كنت بالفولك داي عم اعزف هذا الشيء اللي بيشبه الموسيقى الشرق على الترومبيت. يعني مشروعي هو تقديم الترومبيت بهذا الشكل اللي ما هو نمطي، اللي هو فيه يعني لمسه شرقيه اللي فيه هذا الشيء. جميل جدا. طبعا احنا اول شيء سمعنا اغنيه عندي حنين السيده اكيد، لكن الحين انا بتكلم شيء ثاني مهم، انك انت تعاملت مع الرحابنه بشكل عام وسيد زياد الرحباني من 2004. نعم. وسيده فيروز، كيف تشوف هذا التعامل وكيف كانت التجربه معك في مع الرحابنة وأيضا السيدة فيروز بالذات؟ هي يعني أنا بتصور أنه أنا من الناس اللي لهم حظ أنه يعني كانوا شافوا المثل الأعلى. يعني أنا بالنسبة لي زياد كنت طالب بالمعهد، أنا حط مسرحياته ونام عليها يعني درجني حافظها. فلما سمع لي تسجيل، أنا كنت مسجل مع شاب صديقي وعمي مكسج عنده، سمع الترومبيت قال له هذا الشاب فينا نسجل معه. فيعني صارت ما لما شفته لزياد كنت يعني مثل عم احلم، وضليت هو يعني صار في كيمياء. وانا من لما سمعني زياد اول مره سجلنا البوم لطيفه التونسيه بنص الجو. هاي تسجيلي البراسات اللي فيها، كان عمل لها البوم لطيفه. جميل جميل. بنص الجو تسجيلي. نعم. انا اللي عازف. وبعدين البوم في امل لفيروز في قطعه اسمها ديار بكر، كان عم يقول لي انه في عازف ترومبيت انه هاي ما بتنعزف، كان فيها سولو ترومبيت شرقي. فانه انا عزفته اني واو. مهم فصار يعني مثل كأنه مآمن فيني أنه أنا كعازف ترومبيت أنه أنا كنت متخبي وهو اكتشفني. ورافقته من 2004 بأبو ظبي، عملنا بال 2004 هون بدبي بالجامعة الأمريكية بال 2004 حفلات مع زياد رحباني ما شاء الله، وبمركز ثقافي بأبو ظبي. حققت حلمك يعني في النهاية، وصلت للحلم. بتصور أنه أنا كنت محظوظ أنه عاشرت زياد، يعني مو بس يعني أنه أنا متلازم معه يعني اكثر بكثير من انه موسيقي يعني. طيب ما دامك انت من محبين زياد الرحباني، وايضا نحن من محبين ان نسمع منك شيء الحين. هلا فينا نعزف، عزفنا لفيروز. نعم. أوكي. فينا نعزف شيء يعني مختلف، مثلا ايه لبناني. يلا مثلا عندك. نحن بنقول بعدين شو اللي مروان خوري مثلا. كنت انا بقول يعني تعزف وتقول حزر فزر، بس انت قلتها يلا نسمع.
يعني أحس عيونك دمعت وعشت أنت عشت الحالة، عشت الأنغام، عشت اللحن، وديتنا بعيد يعني صدق. ألحان فيها مشاعر أنت حسيت فيها ونحن وصلت لنا هذه المشاعر. أنا لاحظت العبير بعد أنا جبتك اندمجتي في الموسيقى. الآلة النفخية فيها صدق لأنه دغري صح تعطي يعني توصل للمشاعر اللي أنت حاس فيها. صحيح صحيح صراحة أنا استمتعت كثير ولاحظتك أنت كثير حتى لدرجة أني طلعت عليك شوفك أنت مندمجة في الموسيقى وناسي كل شيء تبارك الرحمن. يعطيك العافية صراحة. بس شو اسم الأغنية؟ أنت ومعي. أنت ومعي. أنت ومعي. يلا خلاص اليوم تسمعينها شكلك. طيب نحن عندنا لك مشاركات كثيرة مع أوركسترات جدا قوية، منها الأوركسترا الوطنية السيمفونية والأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرقية، كما أنك أنت عضو أساسي فيها. شو أكثر الحفلات اللي انطبعت في ذاكرتك أنت كعازف ترومبيت؟ بأكثر حفلة يعني بوجه له تحية للأستاذ عدنان فتح الله اللي آمن أنه يعزف ترومبيت شرقي مع أوركسترا. كان في تحدي كبير انه بدي اعمل الترومبيت شرقي بحفله موسيقى عربيه، نعم، وسولو مع الاوركسترا انه يعني مستهجنه في صوره نمطيه هاي الاله، نعم، اي حدا بيشوفها انه ترومبيت يعني انه تبع كشاف وتبع مراسم ما ينجذب لها، انه كيف بدك تقدم موسيقى انه سولو ترومبيت بحفله مع اوركسترا عربيه. فكانت من انجح الحفلات وعلى اليوتيوب عملت يعني مشاهدات كثير كبيره. صح. انه عملت معزوفة اسمها I Love You بيعزفها عادة حسن تشندلريتشي على الكلارينيت، فأنا عملتها مع أوركسترا، وبعدين بعد هاي الحفلة صار كل فترة انه أعمل سولو مع الأوركسترا. جميل جدا تنطلب صارت. طيب أستاذ نزار صراحة نحن طمعانين إذا ما عندك مانع نسمع منك بعد شيء. أكيد بيسعدني. تفضل. بيسعدني. شو بتختار؟ بس لا تقول لنا الحين. طيب فينا لحظة شو فينا يبي يطربنا بشكل جميل صراحة. والله إيه عم فكر. أنت شو محذر؟ والله ما بعرف، خلنا نشوف شو. يلا. 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 زين وانتهينا. الموسيقى بتحمل حالات كثير، وصلت كل المشاعر ما شاء الله عليك يعني كتير. يعطيك العافيه، استمتعنا جدا بوجودك، نتمنى لك كل التوفيق وكل الشكر لوجودك يعني في مساء الامارات. يعطيك الف عافيه. شكرا لدعوتكم، شرف كثير كبير لي وكنت سعيد كثير باللقاء شرف معكم. لنا. تسلم. وان شاء الله هيك بتضلوا تدعوني دائما باذن الله من هلا على ان شاء الله. تشرفي طبعا. الموسيقى واستاذ ترومبيت في المعهد العالي للموسيقى الاستاذ نزار عمران، شكرا لوجودك معنا ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا شكرا. طبعا في الموسيقى والفن والجمال نوصل لختام حلقتنا لمساء الإمارات. ختام همس. أكيد طبعا أكيد طبعا. ووصلنا لختام حلقتنا لليوم من مساء الإمارات، نتمنى إن شاء الله أن تكون نالت إعجابكم. بإذن الله نلقاكم في حلقات مقبلة من مساء الإمارات. فداعت الله. فداعت الله.